بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء أشد الزاء على
فاسق بنبأ
ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء
عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريب أفلم يوم كيف بنيناها